ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان تتواجدون فيه. واليوم محبكم أبو مطران، نصائح من القلب إلى القلب، وكلها نصيحتين صغيرتين لكنها كبيرتين وعظيمتين عند الله سبحانه وتعالى، ومن عمل بها وصار عليها بحول الله وقوته نجا، وما توفيقنا إلا بالله. وأبدأ معكم هذه النصائح، نصائح رمضانية ذهبية، يعني خلاص هذا مفيدة جدا. أخي في الله، إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟ ومتى تبرأ الروح من دائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟ ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، وويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظهر من الجنة بقصر رمضان. طبيب رفيق، أسمع، ما هو طبيب رفيق؟ ما يقول هذا الطبيب الرفيق؟ يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاء هاديا؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب الشفاء؟ يا فرحة المذنبين، ها أقبل رمضان ليتوبوا. تحيات محبكم أبو مطران، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.